الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر 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 الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. نحمدك اللهم بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، أو خاصة أو عامة، أو سر أو علانية، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة، كبت عدونا وبسطت أمننا وفسحت رزقنا وكبت أعداءنا وأحسنت معافاتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد كثيرا كما تعطي كثيرا، ولك الشكر كثيرا كما تجزل كثيرا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحانك ربنا ما أعظمك، سبحانك ربنا ما أكرمك، سبحانك ربنا ما أحلمك، سبحانك ما عمدناك حق عبادتك وما شكرناك حق شكرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك، لا حول لنا ولا قوة إلا بك. وصلوات الله وسلامه على النبي المصطفى والرسول المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والعزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار، برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو
كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وذوي رحمنا وأقاربنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر فيكتب له عظيم المثوبة والأجر ويمحى عنه كل ذنب ووزر. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها ورزقها وبركتها وهداها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم إنك وصفت ليلة القدر بأنها خير من ألف شهر، اللهم فاكتبنا ممن اغتنمها وممن أعتقته فيها من النار برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك وصفت ليلة القدر بأنها سلام، اللهم فاكتب السلام على أمة الإسلام وعلى العالمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خيري الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود يا غفور يا ودود. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحم حوزة الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ أمننا واستقرارنا، اللهم احفظ بلادنا المملكة العربية السعودية من كل سوء ومكروه يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحبه وترضاه. اللهم يا كريم يا عزيز وفق عبدك سلمان بن عبد العزيز إلى ما فيه الخير للإسلام والمسلمين. اللهم وأسبغ عليه لباس الصحة والعافية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي عهده محمد بن سلمان يا منان يا رب العالمين لما فيه الخير للبلاد والعباد. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم واغفر وارحم لمؤسس وموحد هذه البلاد، اللهم اغفر له وارحمه واجزه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، واغفر وارحم لمن سبق من ولاة أمرنا وعلمائنا وأقاربنا ووالدينا والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أعمارنا أواخرها وخير أيامنا يوم لقاك،
وهب لنا غنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم بفضلك عمن أغنيته عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وتوفَّنا وأنت راضٍ عنا غير غضبان، واجعلنا ممن ينادى في الآخرة: كلوا واشربوا هنيئًا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، نسألك حبَّك وحبَّ من يحبُّك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا وأموالنا وذرياتنا والناس أجمعين. إلهنا إلهنا، ما عصيناك ما عصيناك ونحن لا نحبك يا الله، وإنما سولت لنا أنفسنا الأمارة بالسوء، وأضلنا الشيطان الرجيم، وأنت واسع المغفرة، وأنت واسع المغفرة يا من رحمته وسعت كل شيء. يا الله، إن رحمتك أوسع من ذنوبنا، وإن مغفرتك أرجى لنا عندنا من أعمالنا، فاللهم اقبل توبتنا وامحُ حوبتنا واغفر خطايانا، وهب لنا من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره والدرجات العلى من الجنة، يا ذا العطاء والفضل والمنة. إلهنا إلهنا وخالقنا ورازقنا، ليس في الكون إله غيرك فيرجى ولا رب فيدعى، نلتجئ إليك، رفعنا أكف الضراعة إليك في بلدك الحرام، في بيتك الحرام، في هذه الليلة الشريفة التي هي من أرجى ليالي العشر لتحري ليلة القدر. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، ولا عن بابك مطرودين، ولا من رحمتك محرومين. لذنا بجنابك وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تطردنا عن جنابك، فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. إلهنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، نسألك أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم أوقف القتال والحروب فيما بينهم، اللهم وفقهم لصلاح بلادهم وأوطانهم وأمنها واستقرارها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى من عدوان المعتدين ومكر الماكرين وكيد الكائدين. اللهم لا ترفع لأعدائك فيه راية ولا تحقق لهم فيه غاية، واجعلهم عبرة وآية. اللهم اجعل شأنهم في سفال، وأمرهم في وبال، وكيدهم في ضلال. فرِّق جمعهم وشتِّت شملهم، واجعلهم عبرةً للمعتبرين يا رب العالمين. اللهم بارِك للمسلمين في أعمارهم وأعمالهم وأوقاتهم. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وعقيدتنا وبلادنا وأمننا وولاة أمرنا واستقرارنا وأهل الخير والحسبة والعلم والصلاح فينا،
فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم اصرف عنا وعن بلادنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. حسبنا الله وكفى، حسبنا الرب من العباد، حسبنا الخالق من المخلوقين، حسبنا الله على من آذانا وآذى المسلمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم أزل الفقر والأمراض والمجاعة والأوبئة والأسقام والحروب والخطوب والكروب عن المسلمين، وانشر السلام في العالمين يا رب العالمين. اللهم إنك تتفضل على عبادك حين يبقى ثلث الليل الآخر فتنزل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلالك وعظمتك، فتقول هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. اللهم إنا ندعوك فاستجب دعاءنا ونسألك فأعطنا. اللهم إنا نستغفرك فاغفر لنا ونتوب إليك فتب علينا. أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا. إلهنا أنجِ المستضعفين من المسلمين في كل مكان، إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي غير أن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بنا غضبك أو ينزل بنا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم انصر جنودنا، اللهم انصر جنودنا المرابطين على ثغورنا وحدودنا. اللهم وفق جميع العاملين في خدمة الحرمين الشريفين والمعتمرين والزائرين. اللهم تقبل منا أجمعين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في خير وصحة وحياة سعيدة. اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. نسألك مسألة المساكين، ونبتهل إليك ابتهال الخائفين الخاضعين، دعاء من خضعت لك رقابهم وذلت لك جباههم وذرفت لك عيونهم ورغمت لك أنوفهم. فاللهم لا تردنا خائبين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم احفظهم من شرور الإرهاب والمخدرات. يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا مغيث اللهفات، يا جابر كسر المنكسرين، يا مجيب دعوة المضطرين. أصلح نساء المسلمين وزينهن بالحجاب والعفاف والحشمة والحياء يا ذا الجلال والإكرام. وأصلح وسائل الإعلام ووسائل التواصل، وكف ما فيها من الأكاذيب والأراجيف والشائعات والبهتان يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم وبارك على إمام الحنفاء وسيد الأصفياء
وعلى آله الشرفاء وصحبه الأوفياء والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما دامت الأرض والسماء، وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.